يحكم عليك ان انت ست سيئه السمعه مثلا، ده شغل ملوش دخل بالحياه الشخصيه. وشفنا علاء مبارك نجل الرئيس السابق حسني مبارك طلع على مواقع التواصل الاجتماعي وتحديدا موقع تويتر وكتب تويته بيهاجم فيها عمرو اديب. مما تسبب في وفاته زي ما اتنشر في جرايد. كنت لسه اسال حضرتك، هل اختلف ما قاله الدكتور خالد متصل في التحقيق او كان في تفاصيل اكتر من اللي قام بنشرها؟ ممكن تغير بيكا ولا مش ممكن تغير بيكا؟ بص يا استاذ عمرو، انا غير حياتي كلها، انا عاوز اشتغل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مكملين مع حضراتكم في تغطية أخبار الوسط الفني، وخصوصا اللي في الـ 24 ساعة اللي فاتوا كان في أخبار كتيرة منتشرة على السوشيال ميديا، فحبيت أطلع وأشاركها مع حضراتكم في حلقة النهاردة. أول خبر هتكلم مع حضراتكم فيه هو عن الخلاف اللي بين علاء مبارك نجل الرئيس السابق حسني مبارك والإعلامي عمرو أديب وهجومه عليه بسبب وائل الإبراشي. بس السؤال هنا تحديدا، وائل الإبراشي إعلامي زيه زي أي إعلامي في الدنيا، انتقل إلى رحمة الله، ليه الضجة دي منتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي وبدأ الموضوع يتسيس سواء من جماعة الإخوان المسلمين أو عمرو أديب أو أيا كان طرفين النزاع، ووصل الأمر كمان اللي هم يتهموا الطبيب المعالج ليه بقتله؟ سؤال محتاج إجابة وهنجاوب عليه مع حضراتكم في حلقة النهاردة. مش بس كده، هعرض على حضراتكم في حلقة النهاردة نتيجة تحقيقات نقابة الأطباء اللي عملتها مع الدكتور خالد منتصر اللي طلع تصريحات إن الدكتور شريف هو اللي قتل وائل الإبراشي، وهتكلم كمان مع حضراتكم في حلقة النهاردة عن تصريحات نقابة المهن الموسيقية بخصوص مؤديين المهرجانات زي حمو بيكا وحسن شاكوش، وإزاي اللي هم قننوا أوضاعهم لكن حطوا شرط اللي هم يغيروا أسمائهم. أو والله زي ما بقول لحضراتكم كده، نقابة المهن الموسيقية حطت الشرط ده عشان يتسجلوا في النقابة. وهتكلم كمان مع حضراتكم في حلقة النهاردة عن التصريحات المثيرة للجدل اللي قالتها رانيا يوسف في أحد اللقاءات التلفزيونية. كل التفاصيل دي هنتكلم فيها في حلقة النهاردة، استنوني بعد الفاصل. لو انتوا اول مره بتشوفونا، يا ريت تعملوا اشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد، وما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو عشان يوصل لاكبر عدد من الناس وتشوفوا. يلا بينا نصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام، ويلا بينا نبدا الكلام. طبعا كل مواقع التواصل الاجتماعي في الكام يوم اللي فاتوا دول ما بيتكلموش الا عن وفاه الاعلامي وائل الابراشي، وانتشرت اخبار كتير على السوشيال ميديا عن استخراج جثه الابراشي وتشريحها عشان يعرفوا سبب وفاتها، لان كان في شبهه جنائيه وكلام من هذا القبيل انتشر بشكل كبير جدا على مواقع التواصل الاجتماعي. لكن النيابه العامه اصدرت بيان واكدت ان جثه وائل الابراشي لن يتم استخراجها ولن يتم تشريحها. طب معنى الكلام ده يا جماعه؟ معنى كده البلاغه اللي اتقدم للنيابه العامه من زوجته وائل الابراشي ما خدش جديه، وبناء عليه مش هيتم استخراج الجثه ولا تشريحها، لان معنى كده اللي مفيش اي شبهه جنائيه. بس السؤال اللي شغل الراي العام، مش وائل الابراشي زيه زي اي اعلامي انتقل الى رحمه الله؟ ليه الضجه دي منتشره على مواقع التواصل الاجتماعي بالشكل ده؟ وشفنا علاء مبارك نجل الرئيس السابق حسني مبارك طلع على مواقع التواصل الاجتماعي وتحديدا موقع تويتر وكتب تويته بيهاجم فيها عمرو اديب تعليقا على تصريحات عمرو اديب لما قال لما اموت ما تخلوش الكلاب يشمتوا فيا. وانا مش هتكلم مع حضراتكم هنا من ناحيه سياسيه، انا هتكلم مع حضراتكم ليه علاء مبارك تحديدا كتب البوست ده. علاء مبارك كتب البوست ده تحديدا لان ايام لما كان الرئيس السابق حسني مبارك متواجد في الحكم، وكان عمرو اديب في التوقيت ده بيطلع ويدافع عن حسني مبارك ويقول له هو رئيس مفيش احسن منه وكلام من هذا القبيل، بعد ما مشى حسني مبارك بدا يطلع ويهاجم حسني مبارك وبدا يعلق ويقول فيما معناه ان عمرو اديب منافق. ده ملخص للازمه اللي حصلت بين علاء مبارك وعمرو اديب. اترك لحضراتكم التعليق. نيجي للخبر الثاني معنا في حلقه النهارده، وعن الشكوى اللي اتقدمت ضد الدكتور خالد منتصر اللي كان قال تصريحات على الدكتور شريف الدكتور المعالج لوائل الابراشي رحمه الله عليه. الشكوى دي كانت بتقول ايه؟ ان خالد منتصر بيسيء للدكاتره وكان بيتهم زميل ليه وبيشهر ليه وبيسيء ليه على مواقع التواصل الاجتماعي. طب ايه نتيجه التحقيقات في الواقعه دي تحديدا؟ تعال نسمع مع حضراتكم المداخله التليفونيه اللي عملها المسؤول عن نقابه الاطباء عشان يوضح الامور دي كلها. التشهير واساءه السمعه بشأن طريقة علاجه للمرحوم وائل. ايوه. وانه ما اتبعش الطرق المظبوطة في علاجه. تركيز الدكتور خالد على انه لم يقصد الإساءة للزميل الدكتور شريف. المستوى العلمي والطبي كان قدم مستندات ووثائق طريقة العلاج وطريقة أوراق الخارجية والداخلية اللي بتتيح استعمال أدوية معينة في مثل هذه
الجوائح او ال. نيجي للخبر اللي بعد كده معانا في حلقه النهارده واللي لفت نظري واللي منتشر برضو بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو عن مؤديين المهرجانات. ايه تفاصيل الخبر ده؟ ببساطه كده، نقابه المهن الموسيقيه قررت اللي هي تقنن اوضاع مؤديين المهرجانات، ودي خطوه كويسه. لكن اللي مش كويس بقى هو اللي هتكلم مع حضراتكم فيه دلوقتي. نقابه المهن الموسيقيه طلعت قرار غريب جدا، قالت اللي عايز يبقى مقيد في نقابه المهن الموسيقيه يغير اسمه، يعني حمو بيكا يغير اسمه، حسن شاكوش يغير اسمه قبل ما يجي يقدم في نقابه المهن الموسيقيه. طب ايه ردود افعال حسن شاكوش وحمو بيكا على الكلام ده؟ حمو بيكا طلع في مداخله تليفونيه مع عمرو اديب وقال مش مشكله اغير اسمي ادام انا هاكل عيش، وحسن شاكوش قال انا ما اقدرش اغير اسمي لان انا اسمي اساسا مش حسن شاكوش، اسم المقيد في النقابه حسن منصور، اسم الشهرة بتاعي هو اللي اسمه حسن شاكوش وانا ما اقدرش اللي انا الغيه، الناس بتناديني بالاسم ده. وانا عايز اقف مع حضراتكم هنا تحديدا ونتكلم كده شويه بالعقل، مع كامل احترامي وتقديري لنقابه المهن الموسيقيه وللقرارات بتاعتها، لكن اللي انتوا بتعملوه ده انتوا بتضيقوا على الناس دي، ادام قررتوا اللي انتوا تقننوا اوضاعهم يبقى ببساطه كده يا جماعه بلاش تلكيك. لان ايه اللي غير اسم الشهرة بتاعك وايه ما تغيرش اسم الشهرة بتاعك؟ ما في مغنيين كتير وفي فنانين كتير اسم الشهرة غير اسمهم الحقيقي، ازاي تغير اسم الشهرة اللي تعرفت بيه ونجحت بيه؟ اعتقد كده انتوا عايزين تموتوا الناس دي ومش عايزينهم يظهروا مرة تانية على الساحة بعد النجاح الكبير اللي هم حققوه. نيجي لاخر خبر معانا في حلقة النهاردة عن الفنانة رانيا يوسف وتصريحاتها المثيرة للجدل في احد اللقاءات التلفزيونية. انا مش هطول عليكم في النقطة دي تحديدا وهسيب حضراتكم تسمعوا بودانكم وتحكموا، لان ببساطه كده رانيا يوسف اتكلمت في كل حاجه ممكن تكون غلط وممكن تضر بالمجتمع، زي مثلا الملابس الخارجه والمشاهد الخارجه والافلام الخارجه، اكيد حضراتكم عارفين انا اقصد ايه تحديدا. فتعالوا نسمع رانيا يوسف قالت ايه ونرجع نتكلم مع حضراتكم تاني. فانت مش هتعمليه عندك ليه؟ علشان خايفه من ايه؟ عشان خايفه ان الناس تحكم عليك ان انت ست سيئه السمعه مثلا؟ لقط عليها كل اللي انت عايزاه، انت لو عايزه تتفرجي على افلام اباحيه هتجيبيها على الموبايل، هتجيبيها على التلفزيون، هتجيبيها في اي حته. زي ما حضراتكم شفتوا كده، دي تصريحات رانيا يوسف المثيره للجدل واللي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي واللي كانت قالتها في احد اللقاءات التلفزيونيه. وده كان اخر خبر معانا في حلقه النهارده، وبشكر كل الناس اللي وصلت معايا في مقطع الفيديو لحد الدقيقه دي، وبطلب من حضراتكم تشاركوني برايكم في الكومنتات. ليه وفاه وائل الابراشي عليها الضجه الغير مبرره على مواقع التواصل الاجتماعي؟ وليه في كتير من الناس بتحاول تسيس الموضوع ده؟ يا ريت حضراتكم تشاركوني برايكم في الكومنتات، وهقرا كل الكومنتات وهرد على حضراتكم. ولحد هنا خلصت حلقتنا، يا ريت لو المحتوى بتاعنا عجبكم ما تنسوش تدعمونا بلايك وشير وسبسكرايب للقناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. كان معاكم اسلام ناجي مستر ترند، يلا سلام، والسلام مش ختام.